بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله تعالى تم استئناف عملية الانتخابية وعملية الاقتراع بالنسبة لمرحلة الإعادة، وبدأت الغالبية العظمى من اللجان الفرعية والعامة عملها في الساعة 8 صباحا، عدا عدد قليل لم يستأنف العمل به حتى حوالي الساعة 9:30 صباحا، واكتملت اللجان بعد هذا التوقيت، واستأنفت اللجان أعمالها بفضل إحراز الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية في حضور مندوبي المرشحين دون وجود أي ملحوظات تم اكتشافها أو إثباتها حال فضل إحراز الأوراق. في بعض ملاحظات أعتقد بتحبوا يعني تسألوا عنها. اللي عاوز أقوله أولاً إن تم اكتشاف بطاقات اقتراع عليها علامات تصويت لأحد المرشحين في 7 محافظات، هي الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الدقهلية، قنا، أسوان، ولم يتم استخدام أي ورقة من الأوراق التي تم اكتشافها، لم تستعمل سوى ورقة واحدة في مركز هيهية شرقية. وعقب اكتشاف تلك الورقة تم تحرير محضر وألغي الصندوق الذي تم وضع الورقة بداخله، وجميع الأوراق الأخرى لم يتم استخدامها وتم حصرها وتم تحريزها وحررت محاضر لاتخاذ إجراءات التحقيق فيها، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق والبحث للوصول عن أسباب حدوث تلك العلامات التي أثبتت على أوراق الاقتراع. الحالة الثانية برضو تحب يعني تعرفوها انه تم اختراق الصمت الانتخابي امام اللجان بلغ حوالي 48 حالة، وتم ضبطهم جميعا، وتحررت محاضر وحيلت الى النيابة العامة. وبالنسبة للواقعة اللي كان نشرت عن تهريب ورقة اقتراع من احدى المطابع، دي طبعا كانت أول بداية اكتشاف أوراق يتم التعليم عليها، وتم تحرير محضر واخترت جميع الجهات البحثية والأمنية لبحث الواقعة للوصول عن كيفية خروج هذه الورقة من المطابع. ده الحاجات اللي احنا نقدر نقول عليها هي الحاجات المهمة في عملية الانتخابات. لكن عملية انه حدوث مشادات حدوث كلها حاجات، لكن وقائع لا تؤثر في العملية الانتخابية.